يعني مثلا تخيل ان انا رحت اشتري مثلا موبايل، الموبايل ده بقى 1999، هل انا هقول للراجل 1000 تقديري ليه 1000؟ لا مستر، انا هقول له 2000 لان ما فرقش في الجنيه. فانا نفس الحكايه، انا عندي حاجه اسمها، عندي حاجه اسمها التقريب. التقريب اللي هو العدد اللي عندك، يا اما ترجعه تقلله يا اما تزوده. طب انا امتى العدد ببدله خليه قليل او امتى ازوده؟ على حسب بقى انت الخانه اللي عندك، الخانات اللي عندك، الارقام اللي عندك، بتقعد في اي بيت من 0 ل 9، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دول كام رقم؟ 10. ال 10 دول في 5 بيرجعوا لورا، القليلين دول بيرجعوا لورا زي الرسمه بتاعت الجبل اللي قدامك دي، وخمسة بيزودوا من 0 ل 4، دول يقللوا يرجعوا. طب يا مستر لو 5 او اكتر دول يزودوا. يبقى هنا لو العدد من 0 اقل من 5 يقلل يرجع لورا، طب اكتر من 5، 5 او اكتر لا يزود. خلاص، فاحنا بنقولها كده 5 اور مور، 5 او زياده ريز سكور، بتزود السكور اللي عندك، بتزود الناتج اللي عندك. طب تعالى كده نفهم، انا مثلا اول حاجه عندنا تقريب لاقرب 1000. خلي بالك التقريب بيقول لك لاقرب كام، التقدير كان بيقول لك قدر بس ويسكت من خلال الخانه اللي على الشمال، فانت كنت بتاخد اللي على الشمال وتحط صفار. لكن التقريب اللي ساعات يزود وساعات يرجع، هو بينبهك يقول لك لاقرب 1000. طب انا يعني ايه لاقرب 1000؟ يعني خلي لي العدد ده شبه ال1000. طب ال1000 ده مستر لو قلت لك عدد خليه لي الوف، يعني ايه الوف؟ يعني خليه لي شبه ال1000. فانت بتقوم عامل ايه؟ يعني يا مستر مش عايز احاد، مش عايز جنيهات، ومش عايز عشرات، ومش عايز مئات، انا عايز الوف بس. فانت بتحط لي 3 اصفار. فانت لما يقول لك تقريب لاقرب 1000 بتخليه شبه ال1000، انا اول حاجه بحط 3 اصفار. انا مثلا لو عندي 14199 وعايز اخليها الاقرب مثلا 10000، يعني ايه الاقرب 10000؟ يعني عايز اخليها شبه ال 10000. طب ال 10000 اصلا عامله ازاي؟ واحد بيقول لي هات لي الفلوس ده 10000، يعني مش عايز جنيهات، حط صفر في الجنيهات، مش عايز عشرات، مش عايز مئات، مش عايز الوف، يعني هحط اربع اصفار. طب الاربع اصفار انت شلت مين؟ شلت التسعه والتسعه والواحد والاربعه. مين اللي فضل الواحد؟ يبقى يا اما العدد يفضل واحد زي ما هو يا يزيد. طب مين اللي يحكم؟ جار الواحد اللي فضل ده مين؟ الاربعه. الاربعه دي مين اللي بترجع ولا بتزود؟ لا الاربعه مين اللي بترجع، يبقى ارجع للواحد، افضل واحد زي ما هو. يبقى طلع العدد كام؟ 10000. ال 14000 قريبه من 10000. طب تاني مستر، انا عندي عدد هنا بقول له قرب لاقرب 1000. السؤال اللي هو تدريب 2، هنا مثلا عدد زي 51000 مثلا، عدد ده 512900، لو عايزه لاقرب 1000، ال 1000 شكله ازاي؟ احط 3 اصفار اهو. طب ال 3 اصفار انت حطيتهم مكان مين؟ 900. مين اللي فضل ال 512؟ هي تفضل 512 زي ما هي تزيد. طب مين اللي يحكم؟ جرب جارهم التسعة، التسعة تزود يبقى ال 512 دي بقت كام؟ تزيد واحد بس، تبقى كام؟ 513. يبقى العدد ده هيبقى 513000. طب يا مستر تاني، العدد ده كام؟ 3131، عايزه الاقرب 1000، فانا اقوم اعمل ايه؟ اخليه شبه ال 1000، فانا احط 3 اصفار. 3 اصفار دول مين؟ الواحد والثلاثة والواحد. يبقى اللي فضل الثلاثة، يا تكتبها زي ما هي يا تزيد. طب مين اللي يحكم جارها؟ الواحد ده بيزود ولا بيرجع؟ لا بيرجع، يبقى تفضل 3000. يبقى العدد يرجع لل 3000. طب هنا العدد ده عايزه شبه ال 1000، فنحط 3 اصفار، الثلاث اصفار دول مكان مين؟ مكان الاربعه والخمسه والصفر. مين اللي فضل ال 690؟ يا تفضل 690 ترجع العدد ده يرجع يبقى 690 يا يزيد. طب مين جار ال 690؟ الصفر، الصفر ده من اللي بيرجع ولا بيزود؟ لا بيرجع، يبقى كام؟ 690. وفي بعض المدرسين يقول لك دي ارقام كريمه وارقام بخيله. لو هو اقل من 5 ده بخيل ما يزودش، اكتر من 5 ده كريم، او 5 او اكتر ده كريم. طب تعالى كده نشوف دي، مستر عايزه شبه ال 1000، هنحط 3 اصفار. الثلاث اصفار دول مكان مين؟ السبعه والسبعه والسبعه. مين اللي فضل ال 77؟ يا تفضل 77 يا تزيد تبقى 78. طب مين جارهم السبعه؟ السبعه دي من اللي بتزود، تبقى كام؟ تروح لل 78. طب هسيب لك، طب سؤال زي، هسيب لك سؤال زي واكتبه لي تحت في كومنت. طب لو عايز اقرب لاقرب 10000، اقرب لاقرب 10000، يعني خليه شبه ال 10000. فانا العدد ده احط له اربع اصفار اهو. 10000 يعني ولا عايز جنيهات، ولا عايز عشرات، ولا عايز مئات، ولا عايز 10000، ولا عايز الوف، يبقى انا احط اربع اصفار. الاربع اصفار دول مكان بين الصفر والتسعه والاثنين والست، شيلهم خالص. مين اللي فضل ال 20؟ طب ال 20 دي هتفضل 20؟ العدد ده يرجع يبقى 20000 يا يزيد. طب مين اللي يحكم جار ال 20 ده مين؟ الست. اول حاجه جارهم السته، السته دي تزود ولا تقلل؟ اقرب حاجه لهم السته، السته دي تزود، تبقى كام؟ 21. طب خلاص. طب هنا العدد ده ال 10000، فانا احط اربع اصفار اهم، واشيل اول اربع ارقام. الرقم اللي فضل ده كله اكتبه يا يزيد يا يفضل زي ما هو. طب مين جارهم؟ مين اقرب حاجه لهم؟ الخمسه. الخمسه دي من اللي بتزود ولا بتقلل؟ لا بتزود. يبقى العدد ده هيبقى كام؟ 3. يبقى 743 503.
طب يا مستر لو الاقرب مليون، عايز العدد يبقى شبه المليون. تخيل انت بايع مثلا فيلا وبتقول له هات لي مليون ملايين، يبقى انا عايز شنط ملايين، كل شنطه بمليون. طب انا شبه المليون، المليون فيه كام صفر؟ المليون يا مستر قبله عيلتين يبقى 6 اصفار، يبقى انا احط 6 اصفار واشيل اول 6 ارقام، ادي 1 2 3 4 5 6. مين اللي فضل الخمسه؟ يا يفضل العدد ده يرجع يبقى 5 مليون يا يزيد. طب مين اقرب حاجه ليه؟ الثلاثه. الثلاثه دي من اللي بترجع ولا بتزود؟ لا بترجع، يبقى تفضل 5 زي ما هي، يبقى العدد يرجع للخمسه. طب يا مستر ده الاقرب مليون، المليون عامل ازاي؟ 6 اصفار، انا هحط 6 اصفار مكان اول 6 ارقام. ويفضل العدد 2453 يا يزيد. طب يا مستر هنا اقرب حاجه لهم مين؟ الصفر. الصفر ده من اللي بيرجع ولا يزود؟ لا يرجع لهم، يقول لهم افضلوا زي ما انتم، يبقى 2453. طب لو قال لي الاقرب مليار، هو المليار اصلا عامل ازاي؟ ها المليار قبله 3 خانات، يبقى 9 اصفار، يبقى انا هحط 9 اصفار. طب مين يا مستر اول 9؟ ده اول 3، الثلاثه اللي بعد كده، وده الثلاثه اللي بعد كده، الخمسه. يا ترجع الرقم ده يبقى 5 مليار يا يزيد. طب مين اقرب حاجه لي؟ الاثنين. الاثنين دي بترجع، تقول له ارجع ولا زيد؟ لا الخمسه ده تقول له لا خليك زي ما انت ما تزيدش. الاثنين هتقول له لا خليك زي ما انت، بقى 5 مليار. طب يا مستر، طب رقم هاء للمليار حطه 9 اصفار اهو، ويفضل 10 يا يزيد. طب مين اقرب حاجه ليه؟ التسعه. التسعه ده تقول له كمل روح للي بعدك، يبقى كام؟ 11. يبقى طلع 11 مليار. بكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلك. ولو انت عندك سؤال اكتبه لي تحت في الكومنت، لو ما عندكش سؤال اكتب لي اسمك تحت في الكومنت علشان ان شاء الله في فتره الامتحانات اخليك تحل لنا في سؤال في فيديو وانشره لك ان شاء الله على القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.